صباحكم الله بالخير واهلا وسهلا بكم من جديد وبرنامج المطبخ عبر شاشه التلفزيون الاردني، مكملين معاكم اكيد مشوارنا الصباحي بنطل عليكم في طيله ايام الاسبوع عدا يوم الجمعه، بنكون مكملين اكيد مع زملائنا ببرنامج يسعد صباحك، البرنامج العائلي اكيد اللي كلنا احنا وياكم بنتابعه. ببرنامجنا اليوم ببرنامج المطبخ رح نعمل طبق من انواع اللحم، صراحه من قطعيات اللحم اللي كثير محببه للجميع وبالاخص كمان للاطفال للسيدات للكبار للصغار، واللي هي قطعية رياش اللحم أو المتعارف عليها بلبنان بالكستليتا، فإلها عدة مسميات، ولكن الرياش أو الكستليتا في منها بتكون مفرغة كل حبة بحبتها، في منها بتكون كل حبتين مع بعض، في منها اللي بتكون كاملة أو بنقصها بناخد منها الجهة العريضة حسب اللي هي وجود القطعية بنفس ذبيحة الخروف. فممكن إحنا نجيبها باللحم البلدي أو اللحم الروماني، واللي بيفهم باللحم كتير بيعرف انه اللي مقابيلي هي لحم روماني مش بلدي. هلا رح نحكي عن مزيد من التفاصيل ولكن بعد استعراض المقادير. اما بالنسبه للطبق الثاني فاحنا رح نعمله، هو بيشبه الترايفل على الايس كريم، يعني نكهته بين السموذي رايح شوي على الاشي البارد، فهو هيك خليط شوي سوفت بيكون كتير ناعم مع كيك السويس رول او اي نوع كيك انت عملتيه بالبيت ساده، بالاضافه لاضافه العديد من قطع المانجو. وأكيد مشوارنا الصباحي ما بيكمل الطريق ولا بيزيد بالتألق إلا بوجود شركائنا بمطبخ التلفزيون الأردني، العديد من الشركات بمنتجاتهم الفدة اللي دائما بتشاركنا بتحضير أطباقنا. رح نستقبل اتصالاتكم من خلال الاتصالات المباشرة وعبر الهواء مباشرة، أي سؤال عندكم ببالكم أهلا وسهلا أكيد فيكم بكل وقت وبكل ساعة وبكل دقيقة. رح ناخذ مقادير الكستليت وبعدين رح نحكي عن طريقة جديدة في آلية تجهيز الوصفة. إحنا اللحم صواني أو بالفرن أو على الفحم أو أيا كان طريقة تحضيرها، اليوم رح أعطيك طريقة شوية بنستخدمها بتحضير قطع الستيك الأمريكي أو الستيك المستورد، عملناها قبل هيك، اليوم رح نطبقها بس على قطعية لحم بلدية. يعني إحنا نوعا ما بنحب اللحوم البلدية خصوصا أنه إحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك، كل سنة وإنتوا سالمين إن شاء الله بيجي علينا وعليكم بالخير. فيعني من هون ليوم العيد كل يوم ويومين إن شاء الله رح أعطيكم وصفة لعديد من قطعيات اللحم المختلفة لحتى تكونوا حاضرين وجاهزين، اللي بيجي حصة اللي بيضحي على خير وسلامة يكون عارف إيش بده يعمل وإيش رح يجهز من أطباق اللحم. نأخذ المقادير وبعدين نحكي عن التفاصيل تباعا. لتحضير ريش لحم بلدي مع الزبدة والروزميري، روزميري اللي هو إكليل الجبل أو حصلبان، مسميات مختلفة لنفس النبتة، رح نستخدم ريش لحم بلدي قطعة كاملة أو ممكن روماني بصير، زيت نباتي ربع أصبع زبدة، عرق إكليل الجبل فريش أخضر بدك تغسليه كتير منيح، راس توم مقطع بالعرض، ملح وفلفل من الكسيح، بابريكا مدخنة لتركيز النكهة، رح نستخدم كمان كركم عشان نعطيها لون حلو بالتشويح، هيل مطحون، بهار مشكل أو السبع بهارات، بالإضافة إلى الماء المغلي طول عملية الشوي بالفرن. عشان نقدمه رح نقدم معاه رز مفلفل مع شوية كركم وبابريكا مدخنة عشان يصير لونه أورنج، عملناه قبل كم يوم، خضار مشوية أو خضار سوتيه حسب المتوفر ببيتك، العسل اختياري رح أحكي لك عنه بنهاية وصولنا لتقديم الطبق. يلا
بسم الله الرحمن الرحيم. هلأ بداية إحنا بدنا قطعية اللي هي الريش أو الكاستليتا، بتروحي عند اللحام أو عند البوتشر شيف بتقولي له بدي قطعية الريش كاملة، حيسألك بدك إياها حبة حبة ولا حبتين حبتين؟ حبتين حبتين اللي هي من المفصل تقريبا، إحنا هيك بنقيسها، فأنت بدك إياها أو لا. فهو مبارح سألني بدك إياها تاج ولا بدك إياها كل واحدة لحالها، قلت له بدي إياها بلوك، ففهم علي انه انا بدي اياها القطعه كامله. هلا بتيجي من المسلخ القطعيه، هون بيكون في القطعه اللي شوي بتحسيها ناشفه، تحت منها قطعه هاي الدهنه، بعدين بتبلش اللحم. هلا انا قلت له شيل لي قشره اللي هي قشره المسلخ اللي بيكون عليها ختم المسلخ، هاي ما بدنا اياها، بس هاي القطعيه انا عندي الاكل بشيلها، بس هاي مع حراره الفرن رح تعطيني دسم، رح تعطيني نكهه وتحمي اللحمه من جوا، ما تخسر سوائلها. فهاي الدهنه دائما لا تشيليها، خليها تدسم لك الطبخه، عند الاكل بتشيليها. تمام، ما رح ابهر فيها ولا إشي، انا غسلتها بمي وملح، لو شريتها هلا طازه ذبح طازه ما بغسلها، ولكن لاني شريت مسلخ مول ثلاجة، ثلاجة البيت، ثلاجة التلفزيون، لما صارت مقابلة فأعدت ببرودة، لذلك صار فيها سوائل دموية. إذا بتشوفي إنه هو صح لحم روماني ولكن لون اللحمة فاتح وكأنها بلدية، السبب إني أنا غسلتها منيح من السوائل الدموية بالمي وبالملح. تمام، اللي رح يصير كالآتي، رح نعمل لقطعية الريش نفس ما بنشتغل بقطع الستيك، رح نعمل لها صدمة تشك، نشد قطعة الدهنة ونحمصها، نعطيها لون باستخدام المادة الدهنية. أول الطريق رح أستخدم الزيت النباتي، بعدين رح أحط عرق إكليل الجبل واحد، إكليل الجبل يعني خير الله كتير، باب الاستديو ما شاء الله حديقة بتجنن برا، فالشجر عنا على الباب، فأنا هلأ قطعته. أهم إشي بدك تغسليه كتير منيح بدون ما تغسليه، إذا هيك عملتي بإيدك رح تخسري كل السوائل العطرية الموجودة فيه، لذلك الروائح العطرية. فإيش بتسوي؟ بتنقعيه بمي، بتحطي بولة بتنقعيه بالمي، لأنه الأتربة بتقعد في داخل أوراقه لأنه كتير وراقه صغيرة، فديري بالك الأتربة بتنزل على اللحمة. حطينا الزيت، رح أجيب كليل الجبل أنزله أحمصه، بعدين رح نجيب راس التوم مقطع بالعرض، هيو رح نقلبه على وشه بهالشكل زي ما بنشتغل مع الستيك، نلفه مع الزيت، وإذا كمان بدك تنزلي لك كم سن لحالهم بقشر أو بدون ما بيفرق. تمام، رح نشوحهم مع بعض بهالطريقة. هلأ رح ننزل عليها قطعة زبدة ما يقارب 50 ل 70 جرام، أصبع زبدة 50 جرام زي ما بتحبي، بدنا نحاول نخلي إيدنا ميزان ما تنحرق معاي الزبدة، ديروا بالكم. هلأ بهالوقت رح ننزل عليها اللي هي كركم فقط، الكركم ما بدي أحطه على اللحمة لسبب بدي نفس المادة الدهنية هي تأخذ اللون الذهبي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللون الذهبي عشان أنا ألون الخلطة اللي بدها تلمع لي اللحمة بطريقة صحيحة. شايفة؟ ما رح أستنى الزبدة تدوب كلها، فورا رح ننزل لحمتنا، اللحمة بهالطريقة بننزلها، بدنا نشوحها على درجة حرارة الكسرول أو المقلاية، ومن هون رح نبهرها بنفس المقلاية وبعدين من الجهة الثانية. فرح أنزل عليها الهيل المطحون، طبعا هاي البهارات شرقية، عادة اللحم ملح وفلفل وبهار الستيك، ولكن إحنا نحب اللحم وبنعرف طعمتمنا، مطبخنا الأردني مطبخ عريق جدا، فبنعرف شو بنشتغل وشو بناكل كمان، لذلك بهري زي ما أنت بتحبي في بيتك. رح أحط بهار مشكل وهيل مطحون بالإضافة للي هي بابريكا خشنة وبابريكا مدخنة، البابريكا الخشنة والمدخنة بيعطوا طعم غير شكل مع بعض، فلفل من الكسيح وبعدين الملح. ويا ريت في عنا أسئلة لحتى نسأل، الشيف دائما بتقول بمطبخ التلفزيون الأردني اللي بتابعها دائما، دائما بتقول تحطيش اللحمة بأول الطريق، اللحمة بأول الطريق للأسف الملح بشد اللحمة. خلينا نشوف شذا ونشوف إذا رح تعرف شو الإجابة أو لا. صباح الخير يا شذا. ألو، أهلا يا أمر. أنا اسمي شذا. أهلا يا شذا، صباح النور، قولي حبيبتي معك. أكلاتك زاكية حبيبتي، أهلا وسهلا وميت مرحبا يا أمر. نتعملين لك عشير. والله عملناها بدل المرة بجوز 3-4 مرات، بس بنرجع نعملها. تدللي خلاص، نشوفها على الفيس.
حبيبتي اهلا وسهلا يا قمر، صباحك ورد. دائما الشيف بتقول، انا ما رح اجاوب هلا، نشوف من الاتصالات مين رح يقدر يعرف الجواب الصحيح. دائما الشيف بتقول تحطوش اللحمه الملح باول الطريق، الملح بشد اللحمه، الملح بحبس السوائل بداخل اللحمه بتصير تعلك، حتى لو كانت صح ولحمتي صح والخروف وزنه صغير. رح نحمل قطعه الستيك او اللي هي هاي القطعيه اللي هي الريش الكستليتا، ونرجع من هالجهه رح نحط كمان السبع بهارات، ما بنكتر نكهة بس هي المطحون. لو سألتي حالك ليش ما بهرتها برا، لأنه أنا نفسها رح أطبخها بنفس المادة الدهنية المحطوطة، فأنا بدي إياها تأخذ النكهة بشكل سليم. البابريكا الخشنة واللي هي المدخنة، الفلفل الأسود وملح، واللحمة لسه نية. طب ليش بهاي الطبخة تحديدا حطينا الملح بأول الطريق؟ رح نستقبل اتصالاتكم وأعرف مين رح يقدر يلاقي الجواب. حطينا الملح، هذا بهار ستيك صراحة أنا ما بكتر، نكهته كتير قوية، لحمتي مشخصة، وزن الخروف لا يتجاوز 14 كيلو، ما رح أخسرها صراحة، فما رح أحط بهارات كتيرة. نرجع بنحرك هالشكل، نرجع بنقلبها كمان مرة، وأنا عم بعمل لها تشويحة باستخدام الزبدة وباستخدام الزيت. إذا أنا الزبدة لسه على الغاز، ما انحرقت معي، ما صار لونها بني، ما ضربت لي نكهة اللحم. اللحم عم ياخد بهارات بطريقة التشويح، عم بعمل له صدمة تقريبا، يعني صدمة بالمادة الدهنية لحتى تعمل تغليف على اللحم. عم بشوح اللحم لأني أنا ما رح أحمرها، رح أحطها بالفرن على طريقة اللي هي أساليب الطهي الغربية نوعا ما. هلأ الزيت والزبدة صار نكهة روزماري أو كليل الجبل، صار في عندي نكهة التوم. بهالوقت أول إشي بتعملي بترفعي عرق كليل الجبل، لأنه أنا سحبت منه الزيوت العطرية. لو قربتي على الكسر رح تشمي فيه ريحة كتير قوية، كل ما ضل أكتر كل ما تحمص أكتر رح يصير لونه على بني ويعطيك نكهة كتير قوية، وممكن يضرب نكهة اللحمة. لذلك موضوع كليل الجبل مش سهل باللحمة، فبدك تديري بالك. شايفة أنا شو عملت بهالوقت؟ حمصتها، أعطيتها تشويحة حلوة، لما أستويها رح تضل بهاللون الحلو. يلا شايفين شو عم نعمل إحنا بالضبط؟ ودرجة حرارة الغاز تحت المقلاية متوسطة، لا تخليها عالية تماماً. شفتي ليش دايماً بقولك البهارات الخشنة كتير بتزيد من موضوع قلق وجمال طبقك. صباح الخير يا شريفة. أهلين، صباح الورد، كيفك شيف هولا؟ أهلا ست الكل، إحنا مناح الله يرضى عليك. الحمد لله حبيبي، الله يرضى عليك، الله يسعدك. طول عمرك حبيبي، مبدع دائما، وربنا يكرمك دائما يا رب. الجميع إن شاء الله، إحنا وإنتو يا رب. الله يرضى عليك. بالنسبة للسؤال اللي سألتيه عن الملح، لا عادي إنه اللحمة إذا كانت طازة طرية لو حطينا الملح عليها مباشرة يعني بتكون بتستوي. يعني مظبوط، إلا إذا كانت مثلا اللحمة كبيرة نحطها نصفي ميتها قبل بيوم، نحطها على قماشة تنزل ميتها، وثاني يوم ممكن نقليها حسب اللحمة. يعني ممكن في منه نوع من يعني الصح ممكن. هلا بنقول ست شريفة. حاضر ستي، شكرا لك على مشاركتك، كلك ذوق. هلا احنا كلامها سليم، اذا كانت قصدها راس عصفور قطعه صغيره، لو انا ملحت بتساعد بانه اللحمه تطلع زفرتها بالسلق ومش عادي. بس اجمالا كل الشفات اللحمين الاصلي بيجي بقول لك اللحمه من اول الطريق، الملح من اول الطريق ممكن يخلي اللحمه تشد، حتى لو كانت خروف بلدي ورمسي رضيع، خروف صغير ولحمته زي الفستق، يعني بتشوفيها زي الفستق، زي فتايل الخروف بتفرفط بين ايدك. فمو شرط اذا كانت هي صغير او كبير، الملح عاده بيحبس السوائل الدمويه في داخل اللحوم وبخليها تشد. ليش الشيف بهاي الطبخه حطت الملح باول الطريق؟ هل هو تناقض بالكلام ولا هل في سبب علمي لهذا الشيء؟ الإجابة عندكم، رح استقبل اتصالاتكم أكيد، وعلى الفاصل رح أشوف الكومنت من خلال البث المباشر. إحنا موجودين معاكم بث مباشر على فيسبوك، صفحة مطبخ التلفزيون الأردني، بالإضافة إلى صفحاتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. صباح الخير يا أميرة. صباح الخير حبيبتي، كيف حالك؟ أهلا ست الكل، حالنا أحسن حال بسماع صوتكم.
الحمد لله. والله أنا بحب برنامجك كثير حبيبتي. أهلا وسهلا فيك. كل إشي عندك مرتب، كل إشي عندك النظام، كل إشي عندك، كل إشي شنو عندك حبيبتي. الله يسعدك يا رب، شهادة أنا بعتز فيها والله حبيبتي. بدي أسألك، أنا سمعت اللحمة، شو سبب اللحمة لما الملح تشد من الملح؟ شو سبب إنه اللحمة بتشد؟ آه. ما رح نحط عليها الملح بأول الطريق. أيوة، أنا بحط سكر فيها بأول الطريق. أول ما تسلقيها بتحطي ملح؟ لا أنا ما بحط ملح، بس كنت أحط ملح بعدها أنا بطلت، كنت أحط سكر، معلقة صغيرة سكر. نعم. آه. بتشعري إنها لسه بتشد يعني؟ لا بالعكس، لما أحط سكر ما بالعكس تسوي بسرعة. أو حبة تمر. نعم. في وين؟ حبة تمر. تمر على اللحم. آه حبة تمر بتسوي، أما ملح لا. نعم. لا لا. الله يعطيك الصحة والعافية يا رب ست الكل. الله يسعدك، نورتينا حبيبة قلبي، الله يعطيك العمر والصحة يا رب. طيب هلا أنا عندي هون في عظم صح؟ اللحم هون، إذا درجة الحرارة وين بدها تروح؟ هيك. مين اللي رح يحمي اللحمة؟ قطعة الدهن اللي خليتها عند الأكل رح أشيلها، إذا أنا بحطها بهالطريقة. هي أول خطوة. تمام؟ ثاني خطوة، شفتوا الخلطة اللي عملناها؟ راس الثوم اللي شوحناه رح نشيله ونحطه بالنص. إكليل الجبل ما رح نزود خلص. كل اللي حطيناه زبدة وزيت وبهارات رح يطبخ حاله من حاله، والبهارات رح أنزل كل إشي بالمقلاية. اتفقنا؟ على خير وسلامة. أنا اللي بضحي من حبايبي عنا يعني عادة بسأله، بسأله أهل ولاية وصلة الرحم إيش بتحبي أبعت لك من الأضحية، فأنا بطلب موزات أو الرقبة عشان أحشيها. عادة بنعمل الرقاب محشية تاني يوم العيد، أول يوم بيكون المعلية، أو بطلب الريش، يعني هاي من أطيب القطعيات. هلأ صار عندك الريشة، قالت إنه الملح بتحطه في على القطع الصغيرة وعلى القطع الكبيرة لا بشد. ممكن العيب يكون أو مش عيب، يكون الخطأ باللحم، اللحام نفسه دائما اللحم ما بتتقطع باتجاه أنسجة اللي هي اللحمة، دائما السكينة لازم تمشي بالعكس، فأحيانا خطأ لحام بيكون. هلأ رح نجيبها لفوق هالشكل، ورقة زبدة رح أعملها زي البؤجة. صباحك ورد يا ماجدة، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، كيفك؟ طمنيني عن أمورك. تمام؟ خير والله الحمد لله، كيفك انت؟ يعطيك الف عافيه. احنا رضا. اوه يا سلام، يا ريتك جنبي اعزمك على فطور مشخص. اه والله يا ريت، بس غلط والله، امبارح عملت ضلعه ممتازه، طلعت طريقه. تدللي والله، تدللي لعيونك، بخدمتك. الله يسعدك. قولي لي يا قمر، معك بدي اقول لك عن الملح، انه احنا لما يكون القطعه كبيره بنحط ملح، اما لو يكون القطعه صغيره ما بنحط ملح، لانه هو اللي ما يخليها تسوي. هو قصدك العكس، قصدك العكس صح؟ يعني الملح بنحطه بكون قطع كبيره زي ضلعه زي خروف بنملح. ما بتشد. اما تكون مثلا مفروم او صغيره ما بنحط الملح لانه حيشد اللحمه. يعني قصدك بالسلق بتحطي بالشوي لا، ولا ايش العكس؟ انا فهمت صح؟ لا شوي مثلا زي اللي عملتيها او لما عملت الضلعه والخروف عادي بنحط ملح عليها، اما لما تكون صنطبة ما بنحط ملح عليها لانها بتشد. يعني نوعا ما صح. صح. طيب يا ماجد رح اجاوبك، لانك انت يعني حكيتي 50% من الكلام الصحيح. عاده انا صراحه بالسلق نوعا ما مش صح، بعملية السلق نحط الملح لأنه اللحمة بتشد، ولكن مع الفرن نوعا ما عملية الطهي بتكون من دهنه قليله، فالدهن إحنا عملنا له تشك، عملنا له صدمة بالمادة الدهنية اللي هي الزيت والزبدة، فعندي عمل تغليف عليها، فبالتالي اللحمة ما رح تشد. فعادة أي إشي فرن، طب إحنا ليش بنملح مثلا الكباب والشقف بالمنطق والرياش، بنملحها قبل ما نحطها بالفرن أو على الفحم.
لأنها ما رح تروح على المي بالسائل، وفي ارتفاع لدرجة الحرارة، درجة حرارة المي هي اللي بتخلي السوائل الدموية تشد والأنسجة تشد في داخل اللحم. فأنا هون حطيت الملح من أول الطريق لأنه بده يروح على الفرن، ما نزلته بالسلق. مثلا اللي بسلق اللحمة راس العصفور إلى آخره، عادة بنحط بس شوية الهيل لحتى ننكه وبنملح في آخر الطريق، واللي بحب يزيد على الإجابة كمان أكيد بنكون كتير مبسوطين. أنا هون الخضار عشان تعرفوا أنا وياكم دائما هيك صفحة مفتوحة، البروكلي على البخار ما فاتت الفرن، فاللي أنت شايفتي هذا البروكلي ما فات فرن مشان هيك مشخص لونه أخضر من الساعة 7 الصبح. البطاطا على البخار، سلقتها على البخار بعدين حطيت عليها شوية زيوت وطلعت الشيف تقولكم أنا اللي عملت خضار بالفرن بدون ما تخرب بالشكل معي. فدائما كوني عارفة بأنه هاي حيل مطبخية بنعملها تحت الهواء، بنطلع على الهواء بنشخص وبنقولك إحنا عاملين، ولكن على البخار دائما اعملي الخضار. إذا بدك تعمليها سوتيه على الغاز بتحطي لك مكعب زبدة وتحطي بهارات بتشوحيها، أو إذا بدك حتى الشيف بالمطعم نفس العملية. فهذا بخار، هذا بخار، الجزر على البخار إلا البندورة، بخيناهم كلهم زيت بابريكا ملح فلفل تحت الشواية، شوحناهم وطلعنا بخضار شكلها كتير حلو ومش دبلانة ولا حتى سودة ولا مغماء لونها. بالنسبة للأرز اللي رح أقدمه أنا عملته أول مبارح صراحة، لذلك ما في داعي نرجع نعيده. حطينا شوية زيت، حمصنا فيه حبة الرز، وبعدين نزلنا ملح، كركم، بابريكا مدخنة. هل البابريكا المدخنة بتعطيني طعم مدخن؟ لا، تعمل نكهة زي اللي بتعطر الرز. طلعي شوفي اللون أورنج، هو مش أصفر ومش أحمر، كتير حلو. خلينا نشوف محمد نقول له صباح الخير، وبعد الفاصل بنسكب صحنا أنا وياكم. صباح الخير. صباح النور، والله يعطيك ألف عافية على هاللمسات الحلوة. الله يعافي قلبك يا محمد، أهلا وسهلا، حياك الله. وأنا سؤالي غير عن الموجود عندك حاليا. أنت بدك تسألني، يلا قول. يعني حقا أنت بسؤالي بالنسبة للصفيحة إذا سمحتي. الصفيحة الصفيحة يعني بعض أحيان يعني أنا بشارك فيها صراحة، يعني تفضل. بشوف أنه مفصولة عن الخبز، بتكون يعني مفصولة السبب مش عارف والله، يعني بتكون هي مش متماسكة، بتفصل معك من الخبز. أيوة بتفصل عن الخبز، ما بعرف شو السبب. حاضر أمرك، هلا بقول لك ليش. يسعدك يا رب، والله من لمساتك، وإن شاء الله الله يعطيك ألف عافية يا رب. الله يسعدك بخدمتك يا محمد، وسلم لي على الأهل فردا فردا، وشكرا على اتصالك. قبل الفاصل بشكل سريع جدا، سبب إنه العرايس بتفصل عن الخبزة. ليش بتفصل؟ لأنه الخبزة بتشتش، فالخبزة تتمدد معك، بتيجي تمسكيها تفرط معك. العرايس يا محمد عملناها بدل المرة بجوز 3-4 مرات بخلطات مختلفة. السبب الأول والأخير إنك أنت ما عم تسحب السوائل منها. عادة السفيحة بنحط معها بندورة، بنحط معها بصل حسب اختلاف الأذواق، في ناس بحطوا دبس رمان، في ناس بحطوا مثلا مع شوية الملح إلى آخره. شوية الملح بتخلي اللحمة والخضار ترخي سوائل، لذلك أنت روح على أي مكان أو أي محل بيعمل قاعد عرايس انتبه عليه بالنظر، الحق وين هو رايح. إذا كان مطبخ أوبن كيتشن أو المطبخ مكشوف لإلك، رح تلاقيه حاطط اللحمة بمصفاية، المصفاية عم بنزل منها سوائل البندورة، عم بنزل منها سوائل اللحمة، سوائل البصل، البقدونس، الملح والبهار بخلي اللحمة ترخي سوائل. السوائل على درجة حرارة فحم، فرن، جريل، مكبس ساندويش بترخي، بتشتش الخبزة فبتفصل معك وتصير كل قطعة بجهة. حاول اسحب السوائل صح، احضر حلقتنا على اليوتيوب رح تلاقيني أنا عم بعصر باللحمة لآخر نفس، ما بقدر أشيل أنا بدور البندورة لأنه بتروح النكهة، فأنا بخليها تتنكه قبل بليلة، قبل ما بدي أطلع رحلة أو قبل ما بدي أعملهم عرايس على الآخر بسحب المي، ما بخليش ولا نقطة مي على الآخر. بعد ما أعصرها برجع بدوق ملحاتها، إذا ملحها قليل ملحها يا محمد وما رح تفصل معك علي. أهلا وسهلا فيك وشكرا على اتصالك. فاصل ورجعين، بعد الفاصل رح نقدم طبقنا، استنوني. العسل، العسل فيك تحطيه مجرد نكهة ومجرد لمعة، بس هو فعليا هو يعني خطوة من خطوات فنون الطهي بالمطبخ البرازيلي. أي نوع من أنواع اللحم المشوي أول ما يطلع من الفرن، بس بدي إذا بزبط لمخرجنا الكريم إذا بزبط، بس نعمل فوكس هون. العسل فيه سكر، اللحمة بتغلي غلي طلعت من الفرن، أول ما أنزل أنا بالفرشاي نقطة فورا بسيح العسل، فبصير في عندي أنا سوائل. ها شايفة كيف العسل صار سوائل؟ وين راح العسل؟
كل السكر اللي فيه مع حرارة اللحمة بيروح، بيعطي لمعة للحمتك. لو ضلت على طاولة الغداء ساعة ما بتأشبر ولا بتطفي لونها نهائيا، زائد انه بيعطيها طعم، مش طعم حلاوة، بيعطيها طعم دبق. أزكى قطعيات اللحم مع العسل الموزات، اشويها حمريها بالفرن غطيها بالعسل وجربي وادعي لي. هي هاي نوع من انواع الخطوات بصراحه تقديم اللحم وخصوصا بالمطبخ البرازيلي. ما بدك عسل، مش مقتنعه، البخاخ هو اسلم حل. بتمسكيه قبل التقديم بترجعي بتبخي لمعه عليه، بيعطي رطوبه بنفس الوقت بخلي اللحمه تضل تلمع. وهي ثاني حيله مطبخيه بمطبخ الشاشات اللي دائما نخلي لحمتنا تلمع، بس انت بتشوفيها عندك طفى لونها. خلينا نشوفها انا وياكم مقادير لتحضير الحلى. حلى سريع خفيف لطيف بطعم آيس كريم وكتير خفيف وصراحة كتير زاكي. المقادير على الشاشة. لتحضير حلى المانجو مع السويس رول بدنا كيك سويس رول فانيلا أو أي نوع كيك عندك بالبيت، سادة أي شيء موجود أو تشتري من السوق. 3 كيس كريمة بودرة، العلبة فيها كيسين فإحنا بدنا 3. كريم كراميل باكيت وعلبة قشطة حديد ومعلقة صغيرة فانيلا بودرة يفضل، كوب عصير مانجو بسكر أو بدون من السوق أو أنت بتعصري زي ما بتحبي، قطعة مانجا فريش بدنا نقطعها. يا رح ننزل الكريمة البودرة 3 كياس والفانيلا البودرة ورا بعضه والكريم كراميل البودرة باكيت، وبعدين رح نجيب علبة القشطة الحديد. هلأ الحديد أكتر بشوي من العلبة اللي زي باكيت العصير، فإذا بدك تستخدمي الباكيت العصير استخدمي باكيت ونص. إذا العلبة الحديد خير وبركة تمام. وبعدين رح ننزل كوب من المانجو، وهلأ فيه بالسوق صار مانجو بقول لك بدون سكر، فأنا جبت البدون سكر تمام؟ يعني هذا بدون سكر. هلأ بنجيب تمام واحدة، طيب نعمل بالتانية. ما انتوا شفتوا معانا السويس رول، بجوز تسألي حالك انه احنا عادة بنسقي بالترايفل مثلا، بنسقي الكيك شوية سائل لانه ناشف. هلأ هاي الخلطة لذلك انا ما شديتها كتير، خليتها شوي هيك شوي سائلة، وزي ما انتوا شايفين حطيتها، حطيت طبقة كتير منيحة، الكيك ناشف مع الطبقة اللي انا حطيتها فرح يصير كأنك بتاكلي تشيز كيك تماما. فبصراحة من انواع الحلويات الباردة المسعفة والسريعة وشكلها كتير أنيق، يعني اللي بزورك في بيتك بفكر إنه لك ساعة وأنتي قاعدة المطبخ وأنتي سريع سريع. فدائما إدارة الوقت جدا مهمة باختيار الأطباق، يعني بطريقة التقديم. وأنا بفضل دائما اللي هي صراحة كل واحد يأخذ صحنه أو كاسته أو طريقة التقديم اللي أنتي بتحبيها، بس كل واحد يأخذ القطعة اللي إله. وحاولي دائما حسب ذوق أهل بيتك، إذا ما بيحبوا الحلو كتير دائما صغري الحصة، ويفضل دائما أول إشي بركة، ثاني إشي كل واحد بيأكل عده. حبي تني فيه كمان حصة صحة وعافية، بس ما يتلف اللي أكلها ويترك نصها. بس إحنا بما أنه الكاسة حجم عائلي اليوم، فأنا أكيد بهمني يكون شكلها كتير حلو قدامك، بس أكيد بالبيت إحنا ما بنعمل هيك، بتكون حجم الكاس كتير أصغر اللي بنقدم فيها. ممكن تستخدمي كاسات الديسبوزابل هلأ معبية السوق، شكلها كتير حلو صراحة، توفر عليك جلي وشكلها كتير مرتب. طبعا أنا هلأ عم بحط قطع ريد كرنت اللي هو الكرز الأحمر المستورد، هلأ موسم فواكه صراحة كتير طيبة بالسوق كتير. ممكن تحطي أي إشي تكسري ألوان، ممكن تحطي قطعة فراولة مثلا بصير، توت إذا في عندك توت كمان بطلع كتير طيب. وزي ما بقولك برجع أولادك بيحبوا الموضوع، وأكيد رح يأكلوا زيادة وينبسطوا ويكونوا كتير مبسوطين. وهيك بنكون إحنا يعني قدمنا طبقنا بالشكل النهائي قدر المستطاع. ما رح أستغني عن عرق من النعنع بشكل بسيط جدا، بس لحتى هيك إحنا نضيف يعني لو لون حلو نكسر ألوان زي ما بتحبي براحتك. كمان برجع لك هالطريقة نكون إحنا عملنا كتير إشي حلو. بعدين هذا نوع النعنع اللي هو بالمنثول، من النعنع اللي ريحته كتير طيبة وطعمه كتير كتير كتير.